الله الرحمن الرحيم. بحب اخواني الطلاب، معكم الاستاذ عصام الفقيه. طبعا ان شاء الله اليوم نبدا بمجرد الاكسل. نكون خلصنا المقدمه الويندوز وخلصنا الوورد، وبنبدا اليوم ان شاء الله في مجرد ايش الاكسل. طبعا بنحاول قدر المستطاع ان نركز على الجانب العملي للاكسل فقط، والأشياء اللي تسمعوها طبعا في التسجيل أو في الفيديو تحاولوا إنكم تنتبهوا عليها لأنها بتجيب طبعا في الامتحان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برنامج الإكسل هو أحد برامج شركة مايكروسوفت، أتى ضمن حقيبة ملفات المايكروسوفت أوفيس، يعني نفس الورد، نفس برنامج الورد. وبالتالي أنت لما بتشغله بتروح تشغل بنفس المكان اللي شغلت برنامج الورد. ده تحت البرامج حقيبة ملفات مايكروسوفت أوفيس، احنا كنا نشغل الوورد من هنا، الان بنشغل برنامج ايش الاكسل. اختصارا لك، ونحاول ان احنا نستفيد باكبر قدر ممكن في مواضيع كثيره جدا اخذناها في الوورد موجوده في الاكسل، وبالتالي ما نكررهاش. يعني على سبيل المثال، زي ما تلاحظوا واجهه البرنامج بتشبه كثير واجهه برنامج الوورد، من ناحيه مثلا القوائم الموجوده عندنا هنا، شريط القوائم، قائمه ملف تحتوي على الحفظ وحفظ باسم وفتح واغلاق، هذه كلها اخذناها في الوورد. اخذناها ايش معناها حفظ وحفظ باسم، طبقناها واخذناها في برنامج الوورد، وبالتالي ما نعيدهاش، هي نفسها تماما. يعني لو جالك في الاختبار اذكر خطوات حفظ ملف اكسل، بتذكر لي نفس الخطوات حق الوورد. اللهم انك في الاخير تحفظ ملف اكسل. نفس الكلام، بتجي تضغط على ملف ابدا، او عفوا ملف على زر الملف، وتضغط على ايش؟ حفظ اسم اذا كان اول مره، او حفظ اذا كان الحفظ ايش الطريقه. يعني تلاحظوا نفس الوورد تماما. حتى هنا في قائم القص والنسخ والنسخ والتنسيق، برضه في قائمة هنا وفي أدوات الخط، نوعية الخط، التكبير والتصغير، تلوين الخط، يعني أغلب الأدوات هذه موجودة في الإكسل، هي نفسها موجودة في البحث، والبحث أو الاستبدال، البحث والاستبدال موجودة نفسها، الإكسل نفسها موجودة في الوورد. طيب، ما هي الفوارق التي توجد في الإكسل وليست موجودة في الوورد أو العكس؟ يعني الإكسل بيختلف عن الوورد بإيش؟ زي ما تلاحظوا، أولا صفحة العمل مختلفة. بالنسبه للوورد او برنامج الوورد، كانت صفحه العمل عباره عن ورقه بيضاء، ورقه اي 4 بيضاء، بينما في الاكسل بتلاحظوا انها ورقه لا نهائيه. شوف لو ظهرنا مثلا في العرض، شوف ورقه لا نهائيه. طبعا هذا الورقه لا نهائيه طبعا هو عباره عن ايش؟ شيء افتراضي، بينما انا لو جيت اطبع ما بتنطبعش معك الا بحجم الورقه الاصليه. يعني كيف؟ لاحظوا مثلا، انا لو رجعت مثلا كده، في معانا من هنا قائمه عرض، هذه اخذناها برضه في الوورد، كيف اغير طرق عرض الملف، طرق عرض المستند في الوورد. نفسها هنا طرق عرض المصنفات، لو جيت عملت هنا تخطيط الصفحه بيتحول شكل المستند الاكسل الى مستند مشابه للوورد. لاحظوا زي الاوراق بحجم ورقه اي 4. يعني بالتالي انت لما تجي تشتغل، يعني تسوي جدول، بتحاول قدر المستطاع انك تسويه داخل هذا الورقه، ما يخرج لهنا، لانه لو خرج من هنا بيقتص عليك. الان انا لو جيت مثلا رسمت، لاحظوا بالشكل هذا رسمت جدول مثلا كذا، وجيت لونت مثلا مثل حدود كما الاعمده حقه، معنا عمود واحد 2 3 4 5 6 7 8 9، وفي الصفحة الثانية 10 11، يعني معناه 11 عمود. لو جيت أطبع طباعة، هو طبعا ما فيش عندنا طابعة، عموما لو جيت أطبع بالطباعة بيطبع لك هذا في ورقة منطقية، وهذا أكيد بيكون في ورقة ثانية. طبعا ما ظهرش عندي هنا طباعة لأنه مش معرف أصلا طابعة، الجهاز اللي أنا أشتغل عليه في محل إنترنت ما فيش فيه طابع، مش مضبوط في طابع، ما يطلعش الخيارات الخاصة بالطباعة. طيب، هذا بيطلع في صفحة وهذا بيطلع في صفحة، وبالتالي أنت لما بتشتغل بالإكسل، إحنا بناخذه بعدين كيف إحنا نحاول إنها نطبع في صفحة واحدة، قدر المستطاع بتصغر الجدول بحيث إنه يتم محتواه في صفحة واحدة عشان ما يقتصش عليك. أو إذا كان بيطول عليك الجدول يطول إلى الأسفل، يعني يكون عمودي. يعني الجدول لو نزل في صفحة ثانية مش مشكلة. يعني أنا لو نزل هنا الأسفل، لاحظوا هنا نهاية الصفحة الأولى، ودخل في صفحة ثانية عادي. معروف أن الجداول ممكن تكون في صفحتين، في ثلاثة، في أربعة، بس يكون عموديا. يعني أنت لما تيجي تكتب جدول أو ترسم جدول، عادي لو نزل عليك في الصفحة الثانية، نزل في الصفحة الثالثة، طبيعي جدا. أي جدول ممكن يكون فيه صفوف كثيرة جدا، تكون فيه 5 10 20 100 صفحة. بينما ما يصلحش أنك تعمل هنا. ما يصلح تجي ترسم جدول ويخرج عليك إلى الصفحة الثانية. إلى هذه الصفحة، ليش؟ لأنه بيقتص وبيظهر في صفحة مختلفة وبيتلخبط عليك الجدول. طبعا هذه بناخذها إن شاء الله بعدين لما نوصل إلى نطبق على جدول العمل، بس كفكره. اذا اول اختلاف ما بين الاكسل والوورد هي الصفحه نفسها. في الوورد كانت تسمى صفحه العمل، صفحه العمل، بينما هنا في الاكسل تسمى ورقه العمل، الورقه. هذا الاختلاف الاول من ناحيه الشكل.
لحظه، هنا عباره عن خلايا. في الوورد برضو كنا لما نجي نكتب، لو فتحنا الان وورد، هذه من ضمن الاختلافات، الاختلافات ما بين الوورد والاكسل، ممكن تجي لك في الاختبار. في الوورد كنت لما اجي تكتب بيكتب لك على مدى سطر كامل الى ان ينتهي، ونزل لك السطر الثاني الى ان ينتهي الحد المسموح لك بالكتابه فيه، ونزل لك السطر اللي بعده وهكذا. بينما في الاكسل مش موجود هذا الكلام. في الاكسل انت مسموح لك بالكتابه داخل خليه، لاحظوا خليه. طبعا انت لو كتبت شوف يمكن ينزل يدخل في خلايا اخرى، ولكن افتراضيا وهمي، يعني لو خرجت الان من الخليه المكتوب فقط داخل خليه واحده. وبالتالي انت لو تشي تكتب في صف كامل، يعني مثلا تشي تعمل كلام يكون هنا من هنا الى هنا زي ما عملنا في الوورد مثلا سطر كامل، يكون في مكتوب اخرى للكتابه مش بالطريقه هذه. يعني في الاكسل عباره عن خلايا، كل خليه منفصله عن الخليه الاخرى. الان هذه الخليه منفصله عن هذه الخليه، وهذه الخليه منفصله عن الخليه. وبالتالي طريقه الكتابه بتختلف في الاكسل عن ايش؟ عن الوورد. الاكسل عباره عن خلايا جاهزه يعني زي الجداول. وبالتالي الاختلاف ما بين الوورد والاكسل، الوورد يستخدم لكتابه النصوص وتحريرها، بينما الاكسل كتابه النصوص وتحريرها ايضا، ولكنه ايضا يستخدم بشكل خاص للجداول، لانشاء الجداول وعمل العمليات الحسابيه. يعني ممكن اعمل جداول واشتغل حاجات حسابيه، اشياء احصائيه، اشياء محاسبيه، استخدام برنامج ايش؟ الاكسل. بناخذها بعد شوي ان شاء الله كامل، حتى بناخذ مجموعه من المعادلات اللي هي مهمه. طيب هذا بالنسبه لايش؟ الاختلافات. برضه في معانا اختلاف ما بين الوورد والاكسل، وهو من ناحيه ايش؟ الحجم، حجم او السعه، سعه الملف. كم الملف هذا، كم استطيع ان نكتب فيه؟ كنتم تلاحظوا في الوورد ان احنا بنجي نكتب هنا في مستند واحد، يعني هذا الان مستند وورد، وجيت انا كتبت ونزلت الصفحه اللي بعده، احتجت ان افتح صفحه مثلا اخرى، لاحظوا الصفحه الثانيه، نزلت كتبت فرضا اني بنكتب، نزلت الصفحه اللي بعدها الثالثه الرابعه الخامسه، لاحظوا الان صار معي 4 صفحات. يعني جالس اكتب، انا اكتب في الصفحه الاولى، الصفحه الثانيه، الصفحه الى ان امتلأت معايا، فبينزل لي كل ما خلص صفحه بينزل لي الصفحه اللي بعدها. شوف لو جيت صغرت، اشوف شوف كم قد اعلان صفحات، صفحات كل الصفحات سواء كانت 3 ولا 4 ولا 1000 ولا 2000 داخل الوورد تسمى مستند. لاحظوا دوكيمنت، يجي لك هنا مكتوب مستند 1، مستند 2، او دوكيمنت 1، دوكيمنت 2، اذا انت ما سميتهاش. يعني تسميه المستندات بالنسبه للوورد يسمى مستند. والمستند عباره عن مجموعه اوراق، قد تكون واحده اثنتين ثلاثه اربعه الى ما لا نهايه حسب الحاجه. والمستندات الوورد لا يمكن انك تشتغل فيها الا موضوع واحد. يعني مثلا لو الان انا اشتي اشتغل في هذا الوورد، نفترض ان انا اشتي اشتغل جداول في الوورد. احنا اخذنا في الوورد كنا نجي ندرج من هنا جداول معينه، مثلا من هنا اجي ادرج لي كم اشتي جدول، من هنا او اجي اعمل ادراج جدول وادرج الجدول اللي اشتي. فلو فرضا انا اشتي اسوي جداول تتعلق بالطلاب. مثلا الجدول الاول او المستند الاول، هذا مستند دوكيمنت 1، هذا اشتي انشئه واسميه مثلا بيانات الطلاب الشخصيه، اجي اعبي بيانات الطلاب هنا، اسم الطالب وفي اي مستوى وكم العمر يعني معلومات عن الطالب، رقم الهاتف. بخلص اشتغل الجدول الاول او المستند الاول، واجي احفظه مثلا بسطح المكتب واسميه مثلا بيانات الطلاب الشخصيه، مثلا بيانات الطلاب الشخصيه، هذا الجدول الان. انتهيت انا مثلا من المستند الاول، لاحظوا في خلفيه مثلا خلصت، هذا هو الان انا معي مستند اسمه بيانات الطلاب الشخصيه، بس اعدل الاسم بيانات الطلاب الشخصيه، هذا مثلا الان مستند. اشتي ازيد اسوي مثلا مستند اخر، اسوي مثلا درجات الطلاب او جداول درجات الطلاب بالوورد، اروح افتح الوورد مستند ثاني واروح ارسم لي جدول حسب الحاجه. طبعا هذا الان كان مثال كفكره بس، طبعا انت بترسم مش بالطريقه هذه، انت بتعدله وبتصغره وبتكبره وتعبيه، انا ترى فقط عشان تفهموا الفكره، الفوارق ما بين الوورد والاكسل. طيب بجي هنا اعبي درجات الطلاب، اسم الطالب ودرجاته، واخلص واروح احفظه، اجي اقول له حفظ بس في المكان الذي يشتيه. انا طبعا الان عشان بس نطبق، اجي اسوي هنا مثلا اكتب هنا درجات الطلاب او جدول درجات الطلاب اذا تشتي. طيب كم صار انا معي مستندات؟ 2. طيب الشيء يزيد اسوي جدول ثالث، مثلا اسويه اي شيء عن الطلاب، او مثلا الشيء يسوي الان قاعد بيانات، الان عملت بيانات الطلاب ودرجاتهم، والشيء يسوي لي بيانات مثلا المعلمين او المدرسين او الدكاتره، وش يسوي مثلا جدول الخاص بالرواتب، وش يسوي جدول مثلا للغياب، الحضور والغياب بالنسبه للدكاتره والمدرسين او المطلع. يعني ايش يسوي لي قاعده بيانات؟ قاعده بيانات متكامله تحتوي على كل البيانات الخاصه بالعمل، سواء كانت شركه، معهد، مدرسه، جامعه، اي شيء. احتاج اعمل لي مستند لكل شيء،
كل واحد لحاله. هذا المستند ما يصلح يدخل فيه بيانات الطلاب ويدخل فيه الدرجات، هذا خاص بياناته الشخصيه فقط، اسم الطالب وبياناته الشخصيه، عمره مثلا، الايميل اذا في معه بريد الكتروني، كم رقم الهاتف، كم العمر، يعني بيانات شخصيه. هذا درجات الطلاب ما يصلح يدخل فيها بيانات شخصيه، ما يصلح يدخل فيه بيانات مدرسين، هذا خاص درجات الطلاب. اسوي لي مستند اخر لبيانات المدرسين او الدكاتره، جدول اخر او مستند اخر اسويه مثلا للرواتب. وبالتالي الفكره ايش اللي اوصل لكم؟ ان الوورد اسوي فيه مستند لكل شيء على حده. يعني اذا كان معي عده مستندات تتعلق بنفس الموضوع، يعني الان انا معي الان مستندات خاصه مثلا بمعهد، لازم اسوي لي مستند للبيانات الشخصيه، واسوي لي مستند للدرجات، واسوي لي مستند خاص بالموظفين اللي هم يعني حق الحضور والغياب، مستند خاص بالرواتب، مستند. وبالتالي عاد الاحظ ان في معي 1000 مستند. هذا بالوورد. الاكسل قالوا لا، احنا هنحل هذا المشكله، بدل ما يكون مستند هنسميه ايش؟ مصنف. اذا من الاختلافات ما بين وورد والاكسل، الوورد يسمى مستند لانه عباره عن مستند واحد يحتوي على بيانات من نفس النوع كلها ضمن نفس الموضوع، بينما الاكسل لا، الاكسل يسمى مصنف. ليش يسموه مصنف؟ لانه يحتوي على عده مستندات في نفس المستند. يعني الان هذا الاكسل هذا مستند واحد، صح ولا لا؟ ممكن اعمل داخله عده مستندات، يعني شوف قاعده البيانات اللي تكلمنا عليها اول، ممكن اسويها كلها في هذا المستند، نسميه مصنف واحد. او اسميه مثلا، اجي اسويها حد بس، اسوي مثلا لو كان مثلا خاص بمعهد مثلا، اكتب ايش؟ بيانات مثلا، بيحتوي هذا المستند على كل شيء. احطه لي هنا. هذا الآن المستند ممكن أجمع فيه، مثلا لو كنا هنا احنا اشتغلنا سوينا بيانات طلاب شخصية، وسوينا درجات، سوينا مستند خاص بالمدرسين، جدول خاص بالرواتب، جدول مثلا 10 15 مستند، ممكن أعملهم كلهم داخل مستند واحد في الإكسل. عشان كذا هذا بيسمى مستند، بينما هذا بيسموه مصنف. مصنف يحتوي على عدة مستندات. كيف هذا الخبر؟ من خلال حاجة اسمها الأوراق. الأوراق، يعني مثلا هذا مثلا ممكن أسويه خاص بإيش؟ بيانات الطلاب الشخصية، هذا هو مستند، يعني جدول اعبيه واجي هنا بدل ورقه واحد اعمل خيارات واعمل اعاده تسميه واسميها ايش؟ بيانات. بس بيانات الطلاب الشخصيه، هذا الاول ولا لا؟ خلصت، اروح الثاني، افتح ورقه رقم اثنين وارسم فيها واعدل فيها واضيف فيها بيانات. مثلا افترض اني الدرجات، انا اجي هنا اكتب مثلا الدرجات أو درجات الطلاب، درجات الطلاب. أجي الورقة الثالثة مثلا أسوي مثلا رواتب المدرسين أو الدكاترة أو أي شيء. خلصت، عشت يزيد أضيف، أضغط هنا أضيف صفحة جديدة، بدل ما هي ورقة واحدة أعملها إعادة تسمية وأسميها اللي بيشتي، أسميها مثلا الغياب، مثلا الغيابات، وأرسم الجدول داخلها وأعمل اشتي. إذا زي ما تلاحظوا أنا الآن أستطيع أنشئ عدة مستندات داخل مستند واحد، أسوي لي هنا أوراق كما اشتهي، أضيف ورقة ورقة ورقة، وكل ورقة ممكن أخليها ورقة اسمها ورقة أو أعيد تسميتها، خيارات وأعيد تسمية وأكتب الاسم الذي اشتهي. إذا هذه من ميزات الإكسل الكبيرة جدا، أنه مصنف بيحتوي على عدة مستندات داخل مستند واحد. يعني الآن هذا الحالة يعتبر زي مستند وورد كامل، هذا ممكن تعمل فيه 1000 ولا 2000 ولا 3000 ورقة لو نزلناها. فلو صغرنا مثلا حجم عشان شوف كم يحتوي على اوراق، ممكن اعبيها الان اوراق هذا المستند، كثير جدا يحتوي. صار كانك في مستند وورد متكامل هذا. خلصت المستند هذا اجي، يعني ممكن اعمل لي قاعده بيانات خاصه بالمعهد، قاعده بيانات متكامله احطها هنا. كل البيانات حقي احطها في مستند واحد اسميه بيانات معهد، انتهى الموضوع. صار معي مستند واحد. عشان كذا من الاختلافات ما بين الوورد والاكسل، الاكسل يسمى مصنف لانه يحتوي على عده مستندات، بينما الوورد يسمى مستند لانه عباره عن ايش؟
يحتوي على نوع واحد من البيانات، ما تستطيعش انك تعمل نوعين داخل نفس المستند. كل مستند وورد هذا مثلا بيانات طلاب شخصي، خلاص يحتوي فقط على بيانات طلاب شخصي، ما تستطيع تدخل فيه حاجه ثانيه. بينما الاكسل لا، الاكسل ممكن تعبيك الذي تشتي، بس كل واحده لحالها. يعني هذه كانها مستند لوحدها، وهذه كانها مستند لوحدها، وهذه كانها مستند لوحدها، وكل واحده تضبطها لحالها، تكبر تصغر تغير كل شيء لحالها، وكانك المستند منفصل تماما. اذا هذه من الفوارق الرئيسيه ما بين ايش؟ الوورد والاكسل. هي من الفوارق الرئيسيه ما بين الوورد والاكسل، هذه طبعا تحفظها لانها ممكن تجي في اختبار. فتحدث عن الفوارق ما بين الوورد والاكسل من ناحيه العزم كذا. او ممكن اسالك فقط سؤال عن تحدث الفوارق ما بين الوورد والاكسل، تذكرها، تذكر الاشياء اللي ذكرناها قبل شويه. طيب انتهينا الان. اذا هذه ما هيش الاختلافات ما بين ايش؟ الاختلافات الاساسيه ما بين الوورد والاكسل. اذا من ناحيه التسميه هذاك مستند وهذاك مصنف، صح ولا لا؟ من ناحيه المصنف يحتوي على عده مستندات الاكسل، بينما المستند يحتوي على مستند من بيانات واحده، نوع نفس النوع، يعني بيانات من نفس النوع. بينما زي ما قلنا الاكسل يحتوي على عده مستندات، لذلك سموه مصنف. برضو الوورد يستخدم لكتابة وتحرير النصوص، بينما الاكسل يستخدم لكتابة وتحرير النصوص مع ايش؟ ميزة الجداول، يختص بالجداول واجراء العمليات الحسابية. الاكسل يختص بالجداول واجراء العمليات الحسابية، اي شيء فيه رياضيات حسابات احصاء موجود، في معادلات، يعني ممكن تعمل جميع العمليات اللي في بالك اللي ممكن تستخدمها بالحسابة. الحسابة موجودة عندك هنا، الضرب، القسمة، الطرح، الاسس، الجذور، كل البيانات، اشياء محاسبيه، معادلات محاسبيه، حتى في اشياء برمجيه يعني بسيطه موجوده معنا في برنامج الاكسل. حتى بيستخدموا الاكسل في بعض الشركات والمؤسسات، ممكن مبرمجين يصمم لك في الاكسل قاعده بيانات متكامله، قاعده بيانات واسرار تنقر على ازرار، كل شيء فقط باستخدام برنامج الاكسل، لكن هذه تعتبر اشياء متقدمه جدا. طيب احنا الان بنغلق المصنف هذا، نبدا من الصفر، كيف نستطيع ان نشتغل في برنامج اكسل بسيط، يعني كيف الان ابدا ارسم، كيف الون، كيف اجري بعض العمليات من ناحيه التجزئه. نخلص صف المحاضره الاولى، طبعا انا ما كلمتكم انه بالنسبه للمحاضرات يعني تكون ثنتين، معنا محاضرتين في الاكسل، كل محاضره مدتها نص ساعه فقط، نص ساعه فقط. طبعا قد مشت معنا تقريبا 17 دقيقه تكلمنا فيها عن الاساسيات. نبدا الان ندخل في شوي في الجانب العملي. اولا المحاضره هذه بنختم فيها قدر المستطاع الاشياء المتعلقه بالتنسيقات، كيف نرسم وكيف نلون وكيف كذا في برنامج الاكسل. والمحاضرة الثانية اللي هي نص الساعة الأخرى نحاول إحنا نتفرغ فيها الأشياء المحاسبية والأشياء اللي هي نسميها المعادلات، كيف نعمل معادلات، كيف نجمع ونطرح ونضرب ونقسم وما إلى ذلك. طيب نبدأ خطوة بخطوة. أولا بنروح نحن الآن نفتح لنا برنامج إكسل أو مصنف إكسل، ونبدأ نتعلم أول شيء خطوة بخطوة كيف نرسم الجدول. طبعا أنت الآن يعني كنصيحة، دائما لما تجي تعمل جدول اكسل لازم تحدد حاجتين. اولا لازم تعرف كم المدى حقك المسموح في البرنامج، يعني احنا تكلمنا اول قلنا لما اجي نرسم مثلا جدول ما يصلحش اني اروح ارسم لي جدول الى ما لا نهايه، اجي بعدين لما اجي يطلع يتقصقص عليه، يطلع نصه في صفحه، ربع في صفحه، ونصه، ما يصلحش. فاول خطوه دائما انا انصح فيها، طبعا اللي يقدر محترف يمكن ما يحتاجها، لكن غير المحترفين، حتى المحترفين احيانا بيستخدموها، انا شخصيا استخدمها. لما اجي قبل ما ترسم اي جدول روح شوف كم حجم الورقه حقك المسموح، افضل لك قبل ما ترسم الجدول، بحيث انك ترسم الجدول تستوعب هالورقه تماما بدون ما تتكسكس. كيف تعمل؟ افضل شيء انك تجي من هنا مقاعد عرض وروح اختار يا هذا يا هذا، واحد من هذول الاثنين، تخطيط الصفحه او معاينه فواصل الصفحه. مثلا احنا نعمل تخطيط الصفحه، تخطيط الصفحه بيرويني حجم الورقه، يعني الان الورقه حقي مسموح لي فقط اعمل جدول هنا. ممكن انزل، طبعا ممكن انزل للاسفل زي ما قلنا، دائما الجداول عموديا مسموح لكن افقيا غلط، عموديا لانه بيطلع في الصفحه الثانيه ما بيختفيش عليك شيء، بينما افقيا ما يصلح. شو احنا نطبقه بعد شوي تشوف. طيب هذا الشيء الاول. الشيء الثاني انك بتحدد هل تشتي الجدول اللي يكون عندك افقي ولا عمودي، عفوا الصفحه تكون افقيا ولا عموديا، يعني اتجاه الصفحه بتجي من هنا، تحدد هل تشتي يكون افقي ولا ايش؟ عمودي، حسب ما اخذناه في الوقت، يعني تكون طول ولا عرض. طيب اول شيء احنا الان بناخذ كيف طرق رسم الجدول، كيف نرسم طرق رسم الجدول مشابهه كثير للوورد. تذكروا في الوورد كنا نروح الوورد مثلا، واعتبروا حتى مراجعه للوورد اللي ما درسوا معي، لانه لها فرصه يعني. في الوورد كنا نجي من هنا ادراج، ونجي نرسم ادراج جدول او نرسمه من هنا بالشكل هذا، ونحدد كم شيء صفوف او اعمده، او بنجي من هنا بشكل يدوي. لاحظوا الرسم جدول، نجي من هنا ممكن انا ارسم
سوي لي كده واجي بعدين افصله. بس طبعا هذا بيكون صعب جدا، هذا يشتي واحد محترف. او مثلا انك تدرج، مثلا تدرج الجدول وبعدين تروح ترسم. يعني مثلا لو رسمنا ادرجنا جدول هذا في الوورد مثلا بالشكل هذا، بعد ما خلصت اروح ارسم رسم، لاحظوا رسم جدول اللي درسوا معي في الوورد جبناه. هذه ممكن اروح افصله، اقسمه من هنا، اقسم مثلا هذه الخليه لاثنتين مثلا، اقسمه زي ما اشتي. اذا اشتي مثلا اعمل خط عرضي او عفوا قطري بالشكل هذا، زي مثلا الجداول حق الطلاب اللي يكون مثلا هنا تكتب هنا الاسم وهنا تكتب ايش، مثلا هنا الاسم المسافة يمكن تكتب المادة. لو كنت انا مثلا هذا مفترض من جدول درجة واظلل واروح اخليه اعمل له توسيط من تخطيط، لاحظوا بالشكل هذا، هذا يسمى رسم جدول من قائمة التصميم. نفس الكلام هذا موجود في الاكسل نفسه، لاحظوا لو رحنا فتحنا الاكسل ممكن تجي من هنا من هذا المكان تضغط كذا، ما كان رسم، لاحظ رسم الحدود، تضغط بالشكل هذا وابدا ارسم. هذه طريقة طبعا ممكن ارسم للحد اللي يشتيه، بس بتلاحظوا انها مملة صح؟ تحتاج مني وقت طويل. طيب هل في طريقة مختصرة أخرى؟ أقول لك في عدة طرق مختصرة. كيف الطرق المختصرة هذه؟ شوف لو ألغينا كل شيء، كثرة زد كثرة زد ورجعنا الأرض عشان يكون معي أوضح. طيب الطريقة الأسهل يا شباب إنك تحدد باستخدام التحديد. تعال الخلية الأولى مثلا، أنا أشتري الجدول يبدأ من هنا، كم أشتري أعمدة؟ فرض مثلا أشتري 5 أعمدة، هذا 1 2 3 4 5 أعمدة. كم أشتري صفوف؟ مثلا 5. أنا الآن في الصف رقم 1 2 3 4، تحديد يعني يضغط وسحب، اضغط وخليك ضاغط واسحب. مثلا 5 وجيت انا سويت 5 صفوف، خلاص سيب يدك، انا خلاص انا مسيب يدي انا مظلل. اروح من هنا اضغط كده واقول له ايش كافه حدود، رسمت جدول. لاحظوا سهله جدا، اعيدها مره ثانيه، بعمل كتر زد امسح كل شيء. طبعا مش معناته ان انا كل شويه اجي قائمه عرض وتصير تعمله زيي، لا، الفكره ان انا الان بنعمل لك عشان بس انتم تشوفوا الفارق، عشان تعرف ان هذه صفحه وهذه صفحه. اما انت لما تجي تطبق يعني انسان محترف اذا كنت متعود خلاص مش محتاج كل شوي تجي تعرضه وتخطيط صفحه، لا خليك بالعرض الطبيعي. حتى انت مع لما تستخدم هو يشوفك بيقسم لك، بيعمل لك هنا خط، بيقسم لك الورقه. بس انا اسويها فقط علشان ايش؟ لان احنا ما زلنا في مرحله الدراسه بس عشان يكون واضح. طيب مره ثانيه لو شي اعمل جدول اكبر، انا بعمل كذا بالحجم اللي بيشتي مثلا، هذا جدول ظللت خلصت ظلل، اروح او اضغط هنا وعمل كافة حدود، رسمت الان ايش كده. هذا بالنسبه لموضوع ايش؟ الرسم، كيفيه رسم الجدول. طيب باقي معنا نعرف انه ايش الجدول، ما دام رسمته معناته ان انت ممكن تعدل عليه. مثل ايش التعديلات؟ ممكن تضيف عمود، ممكن تحذف عمود، ممكن تضيف صف، ممكن تحذف صف، ممكن تكبر صف، ممكن تكبر عمود، يعني تكبير تصغير زي ما في الوورد تماما. في الوورد يا شباب كنا لما نجي مثلا هنا هذا مثلا العمود هذا الشيء كبره، الشيء كبر حجمه، اجي يا اما من بدايته او من نهايته. لما يتحول لاحظوا شكل السهم كيف بيكون، شكل المؤشر بيكون سهمين اليمين واليسار، يعني بيقول لك لو ضغطت الان وسحبت يمين ويسار بيتكبر او يتصغر. لاحظوا تضغط وتسحب يصغر. بنفس الكلام الصفوف للاعلى والاسفل، صار سهم للاعلى وسهم للاسفل، يعني لو سحبت لفوق بيكبر كذا ولو سحبت للاسفل بيكبر ايش كذا. مثلا الشيء كبر الصف حسب الحاجة يعني، صفر نفس الكلام هنا كبر أو صفر. هذا بالنسبة للبرنامج الإكسل. طيب في الوورد عفوا، في الإكسل نفس الكلام، ولكن في الإكسل ما تستطيع تكبر من داخل الجدول. يعني في الوورد كنا نجي من داخل من هنا ما بين الخطوط هذه نكبر أو نصغر، بينما في الإكسل لا، في الإكسل ما بتجيش من بين الخطوط، في الإكسل بتجي من العناوين نفسها. بتلاحظوا هنا في معنا 1 2 3 4 5 إلى ما لا نهاية، هنا اي بي سي دي هذه عبارة عن عناوين، عناوين هذه ما تجيش أنت تلغيها، بتظل موجودة معك، وهذه هتستخدموها كثير بعدين لما نوصل للمعادلة. أنا بشرحها بشكل مفصل كيف يعني. الآن لو اشي أكبر أنا مثلا هذا الصف، هذا الصف اشي أكبر، أجي من هنا من العنوان حقه اللي هو رقم 2 أنزل للأسفل، لاحظوا كيف صار السهم نفس حق الورد للأعلى والأسفل. يعني يقول لك لو ضغطت الآن ممكن إنك تكبر لا فوق، هتصغر لا فوق أو تكبر لايش للأسفل، اضغط وسحب كبرت ولا لا. نفس الوورد تماما، اللهم انه في الوورد كنا من داخل بينما في الاكسل تجي من العناوين.
سطر فوق. طيب الأعمدة نفس الكلام، اطلع لفوق عشان أكبر مثلا العمود سي، هذا العمود سي أكبر هذا العمود. شوف لما قلت لكم أول تحاول قدر المستطاع أنك تعرف أن البداية كم الحجم، كم حجم الورقة عشان هذا الحجم. شوف الآن هذا غلط. الآن يا شباب أنتم لو جيت طبعت، الآن مثلا سويت جدول وجيت طبعت خطأ، هذا خطأ فادح. هذا الآن بيقتص هذا الحالة، بيقتص ورقة لوحدها، وهذا غلط ما ينفعش. كيف؟ أدي لكم الآن ليش. شوفوا عشان تفهموا بشكل أكبر. لو فرضنا الآن أننا الآن بنشتغل جدول، مثلا جدول للطلاب، لاحظوا هذا واحد مثلا رقمت مثلا، هذا سميته واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، هذا خمسة، هذا ستة. نفترض أني بيانات مثلا طلاب، مثلا افترض أنه جدول درجات بس عشان نختصر الوقت في الكتابة بس. طيب لو جيت الآن أنت كتبت مثلا رسمت جدول ونزلت للأسفل، نزلت كده خلصت الصفحة الأولى، دخلت الصفحة الثانية ورسمت الجدول، هذا عادي ما في فيه مشكلة. يعني الآن لو جيت عبيت بيانات الطلاب، مثلا هذا الطالب الأول، هنا في طالب معك اسمه محمد ولا علي، درجاته في القرآن هنا، درجاته في الإسلامي هنا، درجاته. لو جيت نزلت الآن للصف الصفحة الثانية، طبيعي جدا، يعني هنا بيكون في طالب في هذا الصف، وهنا في طالب، وهنا في طالب، وهنا في طالب، وهنا في طالب، طلاب، عدد معين من الطلاب. تنزل الصفحة الثانية برضو معك طلاب، كل طالب حقه الأعمدة كلها موجودة، العمود الأول موجود، العمود الثاني موجود، العمود الثالث، الرابع، الخامس، مش مقصوصة. وبالتالي النزول في صفحة أخرى مش مشكلة، بس عموديا يعني لو نزلت الصفحة اللي تحت عادي، لو نزلت حتى 1000 صفحة للأسفل مش مشكلة. لكن الخطأ لما تخرج من هنا، يعني لو الآن جيت أنا مثلا كبرت الجدول هذا، عملت بالشكل هذا، خرجت الآن في الصفحة اللي بعدها، هذا غلط. ليش غلط؟ لأنه لاحظوا أقول لكم ليش. لو فرضنا مثلا الآن ها بمسح بس هذا، هذا الطالب محمد، هذا اسمه محمد، هذا مثلا طالب، هذه درجته في القرآن مثلا، نفترض جاء في القرآن مثلا 100، في الإسلامية جاء مثلا 50 مثلا، في اللغة العربية جاء مثلا 77، وهنا جاء مثلا 55، وهنا جاء مثلا 66، وهنا جاء مثلا 88. لاحظ هذه درجات الطالب، هذا جاء الطالب الأول، هنا مثلا قرآن، نفترض أنه بدل هذا، يعني نفترض أنه في قرآن إسلامي وكذا، هنا جايب مثلا 8. لاحظوا في جزء من درجاته خرجت من الورقه وراحت في الورقه الثانيه، هذا غلط. ليش؟ لو جيت الان تطبع، هل ينفع ان محمد درجاته تكون نصها في صفحه ونصها في صفحه ثانيه؟ يعني هنا انا عارف ان هذا درجات محمد، اسمه موجود عندي وهذه درجاته، اوكي. لكن هنا في الصفحه الثانيه لما اجي هذا الان في ورقه لحالها، الان هذه صفحه جاءت في ورقه منفصله، هل انا عارف هذه 88 و77 حق من؟ مش عارف. عشان كده احنا قلنا دائما اذا اقتص الجدول عليك، او عفوا زاد حجم الجدول، يزيد للاسفل ولا يزيد للاعلى، وعفوا ولا يزيد لليسار. يعني حاول قدر المستطاع انك تصغر الجدول حقك بحيث يكون داخل الورقه، داخل ورقه واحده، صغر بالشكل هذا، صغر حجم الجدول مثلا، ما انا كفاك زيد اسحب شويه الى ان تدخل في ورقه واحده. هذا هو الصح، هذا هو الصح. او اذا ما كفاش، اذا انت محتاج فعلا انك تضيف هنا اعمده، بتضطر تصغر الاعمده اكثر، بتصغر الخط، بتضطر انك تروح تخطيط الصفحه وتعمل اتجاه افقي، لانه اذا كان افقي بيكون اطول، بتطول عندك الورقه. وبالتالي حاول قدر الامكان ان الجدول حقك يكون في نفس ايش؟ يعني عمودي، يكون للاسفل، ما يكونش لليسار، ما يخرجش لهنا، هنا غلط. حاول انك تشتغل كله هنا ايش؟ للاسفل، يعني انزل لتحت. عادي حتى اسوي لك 200 300 ورقه 1000 ورقه مش مشكله، بس يكون لتحت. ما يصلحش تخرج لليسار. انتهينا من هذه الملاحظه. هذه برضو ركزوا عليها عندكم في الامتحان. في صح وخطا. او اي شيء. طيب هذا ايش جانب اخر. اذا احنا الان تعلمنا كيف نرسم. طيب ممكن برضو نسوي بعض العمليات الاخرى على الرسم. وجينا من الصفحه الرئيسيه، خلينا لاحظوا معك الحدود هنا، ممكن ترسم حد سفلي حد علوي، يعني مثلا اذا عندك خليه فاضيه، هنا مكان فارغ عشان ترسم فيه شيء مثلا. لو جيت من هنا سويت كذا حد سفلي، لاحظوا بيعمل لك خط في الاسفل فقط، بينما هذا فاضي. طبعا يا شباب بعضكم ممكن يسال يقول لك يا استاذ مثلا الان انت هنا قلت ان احنا بنرسم جدول، هنا لما رسمنا جدول كذا وسويناها حددنا اول ورحنا عملنا كافه حدود، طيب ما هو مرسوم اصلا؟ شوف هنا مرسوم، مش هذه خلايا ورسم. يقول لك لا، شوف هذول الخلايا يا شباب، تلاحظوا كيف لونها كحلي. هذول الخلايا الافتراضيه، انت لما تجي تفتح اكسل مثلا من الصفر، شوفها فتحنا اكسل من الصفر مثلا جديد، هذا اكسل،
هذه الخلايا الان مرسومه صح، بس هذه وهميه، هذه ما تظهرش في الطباعه. يعني الان لو جيت انت عبيت هنا مثلا، كتبت كذا، كتبت الاسم مثلا، انت الان بتنشئ جدول، الاسم مثلا هنا محمد، محمد مثلا هنا علي، بتسوي جدول خاص باي شيء مثلا صالح، هنا مثلا قرآن، هنا مثلا عربي، هنا إسلامية مثلا. هذا يا شباب الآن لو جيت أنت طبعت، حبيت أنا درجات مثلا، مثلا هذه الدرجات، وهذا لو جيت طبعت بتظهر صح معك في الطباعة، ولكن لا يظهر الجدول، يعني الخلايا هذه ما تظهرش، بيظهر معك بس صفحة بيضاء، صفحة بيضاء فيها هذا الكلام. ليش؟ لأن هذا عبارة عن خطوط وهمية، هذه الآن يسموها خطوط الشبكة. لاحظوا قدر ألغيها، لو جيت عملت لنا عرض هي خطوط مساعدة اسمها، يسموها خطوط الشبكة. خطوط موجودة بس عشان تساعدني أعرف كم وين أنا وفي أي خلية أنا بس. إن أنا الآن لو ضغطت أنا في هذه الخلية، أنا الآن في هذه الخلية، كيف أعرف؟ لأني نقرت عليها، لأن فيها حدود. لكن هذه حدود وهمية، هذه بالطباعة ما تظهرش إلا إذا رسمت، إذا سويت رسم. يعني لو جيت الآن عملت كذا، حددت ورحت من هنا وسويت كافة حدود، في هذه الحالة هذا بيظهر الآن، بيظهر الكلام وبيظهر الجدول، الجدول مرسوم. لونتها الآن يعني حددتها بحدود لون أسود فاتح غامق عفوا. أما هذولا ما يظهرينش في الطباعة، حتى لو ألغيه هنا أنا إذا أنا مش حابين ممكن ألغيه. لاحظوا صارت زي ورقة وورد، بس إنها بتكون مش واضح، يعني مش عارف أنا الخلية هذه من الخلية هذه، ما أقدرش أقول الخلايا بشكل زي. عشان كده عملوا لي حاجة اسمها أداة سموها خطوط الشبكة، عشان تسهل لي أعرف وين الخلية هذه من الخلية هذه من الخلية هذه، خلايا. لكنها لا تظهر في الطباعة إلا إذا أنا حددتها ورحت عملت لها حدود، مثلا سويت كافة حدود خلاص، هذا الآن لو طبعت بيطلع في الطباعة، هذا الآن ما ينطبع بيظهر. بينما لو ما سويتش هذا ما فيش، ما بيطبعش، بيظهر لي أبيض، لون أبيض ما فيش أي شيء. مفهومة؟ إذا هذه برضو إيش؟ ملاحظة. نرجع للمستند الأول. لا نرجع هذا أفضل عشان نقدر في درجات كذا عشان نشتغل عليه. طيب كيف تلغي الحدود؟ شوف الآن إذا ما يكون معك حدود، الآن أنا رسمت هذا الحدود، أشي ألغيه؟ كيف ألغيه؟ معاكم حاجة يا شباب اسمها إيش؟ إضافة وحذف الأعمدة والصفوف. يعني الآن أفترض الآن أنا أشتي أضيف عمود بعد العربي، أجي أقول له خيارات من هنا من فوق السي، ما يطلع مش من داخل، من هنا أضغط على السي وأقول خيارات، يدرج بيدرج لي قبل، لاحظوا قبل، أدرج لي إيش؟ أدرج لي عمود قبل السي أو قبل العربي. لو أشتي بعد العربي أضغط بعده، أقول خيارات إدراج، لاحظوا أدرج لي عمود، عمود جاهز مرسوم وجاهز بنفس التنسيق حق العمود اللي قبله. أشي أدرج صف بعد محمد، أجي أضغط على محمد، أشر عليه ضغطة بس واحدة، نقرة فوق رقم ثلاثة، أنقر نقرة واحدة بس، لما يكون شكله شوف سهم أسود أنقر. حددت الآن الصف كامل، خيارات يدرج لك قبله. لو اشتي بعده، ما قلت أول بعده، لا قبله، لو اشتي بعده أروح أضغط عند علي وأقول له خيارات إدراج، أدرج لي بعد محمد. الآن ممكن مثلا أضيف طالب ثاني مثلا أحمد، وأعبي هنا مثلا درجات. انا ممكن اقوم بعمليه ايش؟ اذا ادراج العمود والصفوف بتجي للعناوين، سواء اذا كان عمود تضغط على العنوان وتعمل ادراج، واذا كان صف تروح للعناوين اللي حق الصفوف اللي 1 2 3 4 وتعمل خيارات وتعمل ايش؟ ادراج. اذا هذا ادراج. طيب عكسها الحذف، افترض هذا العمود الان انا عندي غلط ما اشتي، اروح اقول له اضغط عليه واقول له خيارات، احنا عملنا ادراج الان نعمل ايش؟ حذف. اشتي حذف. طيب هذا لو العمده اشتي احذف فيلم، ممكن اضغط هنا واقول له ايش؟ حذف، واروح اضغط على الثاني ولا حذف، او اظل الكل، لاحظوا اضغط هنا واسحب، اسحب اسحب تحديد، حدد، حددت الجميع اقول له خيارات، اذا حذفت المطار حذفت الثلاثه. او ان انا احذف عن طريق ايش؟ الحدود، وهذه يعني حاجه دقيقه، يعني انت مستخدمها في حالات نادره. يعني مثلا اذا في عندي عمود معين وش يحذف منه فقط بعض الاشياء، يعني مثلا هذا العمود مش يحذفه كامل، ايش يحذف مثلا هذا الحد، احذف هذا الحد فقط فاصل، اجي من هنا واضغط على ايش؟ نحو الحدود، شوف ولا الساعة هذا هو ولا لا؟ خلالي الخط اللي هو هذا اللي لونه رمادي، الرمادي هذا قلنا ما يظهرش في الطباعة،
هذا شفاف ما يظهر يقطع، يعني لو يروح طبعا يظهر ابيض، مش يعني فرق. بس زي ما قلنا هذه دلك، يعني هذه نستخدمها الا في حالات نادره، المساحه هذه مش دائما نستعملها، ليس دائما نستعملها. على ايش؟ في طريقه برضو مختصره اخرى للحذف موجوده. لاحظوا لو رجعنا الجدول حق اول اللي حذفناه، كيف؟ مش احنا كنا لما نرسم جدول نروح نظلل كذا ونجي من هنا ونقول له كافة حدود، صح؟ رسمنا عكسها، اروح اظلل وش يحذف؟ اقول له خيارات كافة حدود. طبعا احنا بنتكلم عن اضافة وحذف الحدود، مش النص، عن نصوص الكلام هذا اللي هو قرآن وعربي، هذا لا، حذف اللي هو بالباك سبيس والديليت. فلما تجي تحذف كلام تضغط ديليت، هذا حذفه، او باك سبيس بيحذف لك. الديليت يحذف لك ممكن اكثر من حاجة في نفس الوقت، لو حذفت، لو ظللت الكل وعملت ديليت يحذف. بينما الباك سبيس تستخدم الحذف حاجة واحدة فقط، يعني محتويات خلية واحدة. يعني شوفوا الآن لو جيت ظللت كذا وضغطت باك سبيس ما بيحذف لي الكل، يحذف لي الخلية الأولى. ولذلك الفرق ما بين الديليت والباك سبيس، الباك سبيس خاص بحذف شيء واحد فقط، خلية واحدة فقط، محتويات خلية واحدة فقط. أما الديليت يحذف لي الكل، ولكن الباك سبيس والديليت تستخدم لحذف المحتويات، يعني الكتابة. لكن الحدود لما تمشي امسحها لها أدوات أخرى، زي ما قلنا، إما إنك تحذف العمود كله أو تظل وتحذف الصف كامل، يعني تقول له خيارات حذف، هذا حذف للكل، هذا بالنسبه للحدود. او انك بتروح تستخدم المساحه، او بتعمل ايش؟ تظلل وتقول له ايش؟ بلا حدود، بلا حدود حذفها. بينما الكتابه تظل، شوفوا مثلا هنا ايش عملت كذا؟ ضغطت هنا وقلت له بلا حدود، هيحذف لي الحدود بس الكتابه موجوده. وبالتالي في فرق ما بين انك تحذف المحتويات او تحذف الجدول، يعني تحذف اللي هو الحدود او تحذف محتويات الجدول نفسها، تحذف الكلام اللي داخله، في فرق. يعني مثلا الجدول هذا الشيء فرغه واخلي الجدول موجود، استخدمه في حاجه ثانيه، خلاص حذفت المحتوى تبديلي. بينما اذا تشي تحذف الجدول نفسه، يعني الحدود، وتخلي محتوياته، بتعمل بلا حدود. لاحظ، حذفت الرسم وخليت الكلام. اما اذا تشي تحذف الكل، تحذف الكل مع بعض، تحذف من هنا نهائيا، اما تحذف من الاعمده تظلل، او تظلل من الصفوف وتعمل خيارات حذف، او من الاعمده خيارات حذف، يحذف لك الكل. لاحظوا لو ظللت الجميع، شوف لو ظلل الكل وقول له خيارات، خلاص هذا يحذف لك كل المحتويات. مفهومه؟ اذا هذا بالنسبه لكيف ارسم، وكيف ايش؟ كيف مثلا اضيف اعمده، وكيف احذف اعمده، كيف اضيف حدود، وكيف ايش؟ احذف حدود. في معكم هنا ممكن مثلا بعض التلوينات، ممكن اذا تشي ترسم حدود بلون معين، مثلا اشتي الان ارسم هنا، الون هذا الجدول من خارج بلون احمر، مثلا يكون الاطارات الخارجيه بلون احمر، بروح من هنا واقول له لون الخط مثلا احمر، اختار احمر، واروح بعدين، لاحظوا على طول صار قلم شكل قلم، واروح ارسم. هذا كيف تلون الحدود، بس ايش اشتي مثلا الون مثلا الحدود الداخليه بلون مثلا نقول ازرق، اروح اختار اللون، هذا اللون ازرق، اروح زي الوورد تماما، هذا نفس فكرته، نفس الوورد. الوورد كذا كنا نسوي، صح، اللون لانه صغير حجم الجدول فبيكون مش واضح، بيكون مش واضح مره. ممكن اذا توضحت تروح من هنا وتقول له ايش، لاحظوا النمط، خليه غامق وترسم، بيكون غامق اللون اذا حبيت انك توضح. طبعا شكرا. هذا بالنسبه لايش، كيف انك ايش يعني تلون الحدود. برضو ممكن الون الخلايا، هذا الخليه او هذا الخليه ممكن الونها، يعني مثلا هذا العمود اخليه بلون من هنا من التعبئه، اسوي له مثلا تعبئه بهذا الشكل، مثلا اذا اشتري امسك الجدول حقي بالشكل هذا. والمحتويات بتكون بلون مثلا فاتح، ونفترض مثلا هذا بالنسبة للتلوين من التعبئة. طبعا لون الخط، لون الخط معروف زي الورد، هذا تروح تختار لون الخط اللي تشتري. طيب المحاذاة اللي أخذناها في الوورد، اليمين وسط ويسار، ممكن تظلل الجدول كامل مثلا وتروح تخلي له توسيط بالشكل هذا. طبعا يا شباب الاسماء في الجداول ما يصلحش تكون توسيط، الاسماء دائما تكون في اليمين، هذه قاعده مثلا بالشكل هذا.
تمام. برضه في معاكم اللي هو توسيط بالنسبة، طبعا التوسيط اللي عملناها الآن المحادثة هذه اللي هي يمين ويسار ووسط نفس حق الوورد، إن لما نجي نكتب مثلا في الوورد هنا مثلا أحمد وجه أسوي لها محادثة، هل تكون في اليمين ولا تكون في الوسط ولا تكون في اليسار؟ هذا بالنسبة ليش؟ للسطر، يعني الكلمة أين مكان الكلمة بالسطر. في الإكسل موجودة، ولكن إحنا قلنا في الوورد عندنا سطور بينما في الإكسل عندنا خلايا. الاكسل انت لما تجي تعمل مثلا يمين ويسار وكذا، انت فقط بتشتغل على ايش؟ على الخليه، محتويات الخليه فقط، يعني لاحظوا الباقي ما ليش دخل. انا ضغطت على هذه الخليه لما اجي اعمل يمين ولا يسار، اذا عليها هي الحاله. اذا اشتي اعمل للكل لازم احدد الكل، اظل الجميع واقول له مثلا يسار، فصار يقول لي يسار، يمين، وسط، بالشكل هذا. هذا اللي هي المحاذاه اللي هي ايش؟ الافقيه، يعني على مدى الافق من اليمين لليسار للوسط. لكن لو تلاحظوا لو كبرنا يا شباب، شوفوا الان جينا كبرنا مثلا هذه الفئه، احتاجنا ان احنا نكبرها مثلا، زي مثلا ناخذ مثال، لو اشتي مثلا حق اول اللي عملناه اول، اشتي هنا اكتب الاسم والماده، لاحظت جيت كتبت الاسم، جيت مسافه وسويت عشان اسوي خط، ورحت من هنا قلت له كذا، سأرجع النمط اخليه خفيف، النمط يكون يعني نحيف، ورحت من هنا اقول له رسم حدود، ايش في عندنا هنا خطأ؟ زي ما تلاحظوا اقتصرت كلمة المادة، ليش؟ لأنه المفروض كلمة المادة تكون هنا. طبعا ما فيش في الإكسل أداة تخليني أكتب الاسم هنا تحت والمادة هنا فوق، إلا إذا استخدمت مربع نص، أداة اسمها مربع نص في الوورد، اللي درسوا معي يعرفوها، أداة اسمها مربع نص، فإحنا ما عندناش نعيدها في الإكسل نروح. لكن طبعا صعبة جدا وبتاخذ مني وقت. في أداة سهلة ممكن أستعملها، وهو إيش؟ لو واحد فكر منطقي يقول لك ليش ما أرفع الاسم والمادة أرفعهن قليلة، أرفعهن هنا لفوق زي ما كنا في الوورد هنا. لاحظوا بالشكل هذا تكون نفس هذه، كنا في الوورد نجي ندخل من هنا من تخطيط، لاحظوا نضغط على هذه الاداه، هذا المحاذاه يا شباب اللي اخذناها قبل شوي، اللي تكلمنا قبل شوي، لاحظوا يمين وسط يسار، هذا افقيا، لكن عموديا من هنا اشتي خليه في الوسط، بس في وسط الخليه مش في الوسط السطر، في وسط الخليه نفسها. لاحظوا الان هذه وكانها خليه مربعه، كانها الخليه هذه، شوف لو تشتي في الاعلى في اليمين، في الاعلى في الوسط، في الاعلى في اليسار، الوسط في اليسار، في الوسط، هذه هي افضل، في الخلايا هذه افضل، افضل فيها. في الاكسل موجوده معانا نفس الفكره، في الاكسل ايش اسمها؟ اجي ممكن اضلل هذا الخليه واجيب هنا خليته وسط، ازيد اطلع هنا. في معنى اداه اضافيه هنا اسمها المحاذاه للوسط عموديا، طبعا صار الكلام كله في الوسط. طيب مستقبلا لو انت جيت كبرت الجدول حقك مثلا، كبرت السطور، بتلاحظوا انه برضه شكله مشوه، يعني الكلام بيكون في اسفل الصفحه، يعني عفوا اسفل الخلايا، بينما فوق فاضي، وهذا غلط، مش يعني مش حلو شكله تنسيقيا. ممكن اجي اظل الكل واروح اعمل له توسيط للجميع، لاحظوا هنا هذا هو افضل، افضل جدا ولكل شيء. بس طبعا زي ما قلنا الاسماء يفضل انها تكون دائما خليها وسط عموديا، يمين ايش؟ ناحيه الافقيه. طيب هذا بالنسبه لايش؟ لبعض التنسيقات الخاصه ببرنامج ايش؟ بعض التنسيقات. اذا عرفنا كيف نرسم وكيف نعمل لها محاذاه وكيف نحن نسوي لها ايش؟ بعض التلوين. طبعا في معاكم تنسيقات جاهزه، لو تشتري تنسيق جاهز مثلا الجدول هذا تعمل له تنسيق جاهز، معك انماط مثلا هنا تنسيق جدول ولا انماط، يعني مثلا الشيء هنا اختار بهذا الشكل، بيروح يغير لك شكل الجدول بشكل اوتوماتيكي. لو مش عاجبك مثلا تشتري واحد ثاني، غير الذي تشتري. طبعا هو بيكون التغيير قليل جدا، بس اكثر شيء بيطبق على الكلام. ممكن تختار النمط اللي تشتغل، هذا بالنسبه لبعض ايش؟ التنسيق. معانا برضه يا شباب حاجه اسمها الفرز، ايش معنى الفرز؟ يعني الان الجدول هذا عندي محمد واحمد، لو شيء يفرزهم بحيث يبدا اول واحد يكون محمد ابجديا،
وانتهيت اللي الشخص اللي بحرف الياء ياسر ولا اي شيء. في معنى اداه اسمها الفارس، من وين يجيني الفارس؟ فممكن اضل العمود هذا اضغط على الايه واروح من هنا، او مثلا اضغط داخل، عفوا داخل الخليه هذه اول خليه اشتريها، او هنا عند محمد اضغط واروح من هنا اقول له فارس، لاحظوا من الالف الى الياء فرز لي. طبعا بيفرز لك كل واحد مع حقها صف كامل، يعني لاحظوا درجات مثلا احمد اللي هي 56 و92، لما يجي احمد في البدايه يطلعين هذول معه، يعني بيفرز لك الصف بالكامل، بيرفع لك الصف هذا كله الى فوق، بحيث بيكون معنا اخر طالب اللي هو محمد، لانه محمد يعني ابجديا هو بعد الالف وبعد العين وبعد الصاد. وبالتالي انا باجي اضغط هنا مثلا واجي اقول له تصفيه وفرز وفرز تصفيه من الالف الياء، او عكس باتشتي من الياء الى الالف، من الياء الى الالف. طبعا يا شباب المواضيع هذه كلها موجوده معكم في الملزمه، لكن بما انه احنا ما استطعناش ان نحضر الجامعه بسبب الظروف هذه الصحيه يعني وتوقف الجامعه، وطلبوا مننا ان احنا نسجل لكم فيديو، فانت بالنسبه للاكسل مقرر الاكسل انت مطالب بالجدول، عفوا بالتسجيل هذا. يعني ذاكر الطلاب اللي بيوصلهم هذا الفيديو يذاكروا منه فقط، اي شيء من خارج بالنسبه للطلاب يعني اللي يدرسوا معايا او اللي بيوصلهم الفيديو هذا هم معايا. اي طلاب مش موجودين معي يعني ما يقدرون معي يسالوا هل الاستاذ عصام هو اللي يضع الاختبار؟ اذا كنت انا الذي بضع الامتحان، وبالتالي انتم بتذاكروا الاكسل من الفيديو هذا، انا ما بجيبش حاجه من خارج الفيديو، كل اللي بيكون من الفيديو، ما بروحش اجيب لك من الملزمه حاجه اضافيه، لانه يعني احنا ما حضرنا مع بعض، صعب ان انا اشرح لك من الملزمه. وبالتالي انتم مطالبين اي شيء اخذناه في الفيديوهات هذه مطالب انت فيه. مفهوم؟ طيب نكتفي بهذا الأشياء البسيطة بالنسبة لهذه المحاضرة، طبعا قد طولت، احنا قلنا نحسب الساعة في 47 دقيقة، لكن مش مشكلة. طبعا في أشياء كثيرة جدا لكن ما يسعفناش الوقت، يعني أنتم عارفين المحاضرة أقل شيء 3 ساعات، ساعتين أقل شيء، نص ساعة صعب إنك تجيب فيها أي شيء. لكن قدر المستطاع نحاول تجيب أشياء عن اللي تفيدك، يعني بحيث أنت الآن كمحاسب لمحاسبين أو إدارة، يعني ما ينفعش إنك تجي تخرج من السنة أولى وعندك المادة هذه وأنت مش عارف كيف ترسم جدول. يعني تكون عايب في حق الطالب. خاصة نقول زي ما قلنا الطلاب اللي في الإدارة والمحاسبة بيستخدمون كثير، زي ما كنا قلنا في الورد اللي درسوا مع الطلاب، احنا جبنا لهم عملي عملي كثير، طبقت لهم أشياء خارج المنهج، كيف يصمم كذا، كيف يصمم يعني بعض التصاميم البناء، زي حق التصميم ورقة اختبار، زي شهادة تقدير، علشان إنك أنت لما تجي في المستقبل لو أنت موظف، ولا حتى في سنة أولى ولا في سنة ثانية يطلب منك شيء، حد يقول لك صمم لي شيء، أول شيء خاص بك أنت تعمل بحث أو شيء، عيب إنك مش عارف تعمله وانت درست الماده. فانا بنحاول نركز على العمليه بشكل اكثر. خلاص احنا الان تعلمنا كيف نرسم الجدول، كيف نعبيه ببيانات معينه، كيف نعمل له بعض التنسيقات. المحاضره الجايه او نص الساعه الجايه بتتعلق او بتكون او بتخصصها للاشياء المحاسبيه. يعني مثلا هذا الجدول الان كيف ان انا ممكن اطلع من مجموع الطالب معدله وهل هو ناجح ولا راسب وما الى ذلك. ناخذها ان شاء الله ايش؟ في نص الساعه الجايه. شكرا جزيلا.